الحمد لله مكرمنا بالبيان والعبر والتوضيح الذي يقص علينا أحسن القصص بما يحمل التصريح والتلويح للاهتداء للمنهج القويم الصحيح وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المصطفى محمد ذي المنطق الفصيح والعقل الرجيح الهادي إلى سواء السبيل وعلى آله وصحبه خير جيل وعلى من تبعهم بإحسان إلى آخر أيام الدنيا وعلى من سبقه من آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المراتب العليا وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم انه اكرم الاكرمين وارحم الراحمين وبعد فاننا في تأمل القصص الحق انتهينا الى ما رد نوح على القوم في في ما القوه عليه ثانيا في خطابهم ونزاعهم يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين وكان جواب النبي نوح يجب أن تفقه شؤون الألوهية والربوبية وشؤون العبودية والنبوة والرسالة ومسار الناس في هذه الحياة وبذلك نعلم أن كل من يدعو الناس إلى انتهاج منهج أو تخلق بخلق معين ويجعل دليله على ذلك أنه يخرج العوائد أو أنه يأتي بالأمور الغريبة أو أنه يظهر بمظهر كأنه المتصرف في الوجود وما إلى ذلك أنه دجال من الدجاجلة يكذب على خلق الله ويصدهم عن سبيل الله وأن الدلالة الحق الواضحة تاتي على أيدي الأنبياء والرسل الذين لهم معجزات تدل الفطن على أنهم جاءوا من عند خالق الكون ومكونه ثم لهم سلوك ومنهاج نشأ عليه يدل بكل كل ذي عقل وذي فطره ان هذا منهج قويم لا يكون فيه الا الافاضل ثم يكون منطق وحجه والتجاء الى الرب الذي خلق جل جلاله وتعالى في علاه وخضوع لجلاله واخذ لما يوحيه وما ينزله سبحانه وتعالى هذا هو الطريق الذي جاء به الانبياء يهدون الناس الى الرب سبحانه وتعالى فكل من اراد ان يتحكم في اخلاق الناس او في مسارهم في الحياه لانه اخترع كذا او اوجد كذا او عنده غريب ليس عند الاخر وما الى ذلك من الاشياء التي ربما تلتفت اليها النفوس نقول ان هذا المسلك مسلك غير صحيح لنا معك نظر في الامر الذي استنتجته او حدثته غريبا بيننا او اخترعته باي وسيله ومن اي باب جاء لكن ليس لك حق ان تتحكم في سلوكنا وفي اخلاقنا وفي ادياننا فان الذي خلقنا وضع لنا المنهاج ومتى كان هذا الخالق غافلا عنا وهو الذي طورنا في بطون امهاتنا من نطف الى علق الى مضغ الى عظام الى لحم الى خلق اخر، متى غفل عنا حتى تركنا عرضه لان تاتي انت او غيرك لتتحكم وكانك الذي خلقته في توجيه الناس، اذا فلا يكون دين الحق لكل الخلق الا ما انزل خالقهم جل جلاله. وقد جعل السبيل الى معرفه ذلك بانزال الكتب وارسال الرسل سبحانه وتعالى لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل صلوات الله وسلامه عليه وهذا منطق الانبياء قال لهم سيدنا نوح عليه السلام انما ياتيكم به الله ان شاء في الوقت الذي يشاء وعلى الوجه الذي يشاء متى اراد ان يعمكم بعذاب وينزل ينزل العذاب بالفرد منكم او ينقلكم من العذاب الادنى في الدنيا الى العذاب الاكبر فالامر امره جل جلاله والحكم حكمه انا انذركم بطشه القوي القادر انا انذركم انتقام العزيز الغالب انا انذركم عظمه الاله الذي خلقكم اذا اصررتم على الكفر به ومخالفه امره هذا شاني في نبوتي ورسالتي وقال الانبياء لقومهم ايضا وما كان لنا ان ناتيكم بايه الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المتوكلون قال سيدنا نوح مبين ايضا لهم الحقيقه ومستثيرا ان يدركوا هذه الحقيقه وما أنتم بمعجزين أنتم لا تعجزون قدرة القادر الذي خلقكم متى أراد أن يعذبكم أنتم الآن ترون أنفسكم أن أحدكم قد تؤذيه البقة وقد تقتله الشرقة وقد تنتينه العرقة أنتم ترون أنفسكم لا تقوون على شدة الحر في أيام في أيام الصيف والتعرض للشمس أنتم ترون أن أمامكم نارا لا تستطيعوا أن توقعوا أنفسكم فيها ولا أن تباشروها بأبدانكم مظاهر الضعف عليكم واضحه، ما انتم بمعجزين صاحب هذه القدره الذي انشا هذا الكون، ما لكم لا ترجون الله وقاره هيبه وجلا وقد خلقكم اطوارا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فينا نورا وجعل الشمس زراجا ما هذه القوه؟ ما وما انتم بمعجزين، كيف تريد تستطيعون ان تتفلتوا عليه او تخرجوا من قبضته جل جلاله ولكن لوعده وقت فإذا جاء أنجز وعده جل جلاله وهو الذي يعذب من يشاء سبحانه وتعالى يقال قال لهم وما أنتم بمعجزين ما أنتم بمعجزين ما أنتم متأبين على هذا الخالق ولا قدرة لكم أن تصرفوا عذابه إذا نزل بكم وإذا جاء وقت عقابه أو تعذيبه إياكم فليس عندكم طاقة ولا قدرة بكل ما معكم أن تصرفون عن أنفسكم عذاب الله جل جلاله وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحية إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم يقول إن الهداية بيد الله وأنا دال بأمر الله على منهج الحق والهدى وأنتم بما اختبركم الله وآتاكم سبحانه وتعالى من قوى تستطيعون بها أن تذهبوا يمنة أو يسرة إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا يقول سبحانه وتعالى إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي نختبره فأعطيناه المؤهلات الاختبار فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا يقول فإن كان سبقت لكم والعياذ بالله سابقة الشقاوة بأن تختاروا وهذا مناط التكليف تختاروا أنتم الكفرة والعصيان والرد الحق وعدم الإذعان له فاذا سبق ذلك فاخترتم ذلك فنصحي وحده لا يمكن ان ينقذكم من هذه الحاله الى حاله اخرى بل ستمضون على ما قدر الله تبارك وتعالى لكم وتكون حجه الله البالغه قد قامت وجاءكم النذير ودعيتم فابيتم واستكبرتم فالحجه عليكم واقعة ولله الحجة البالغة ولا ينفعكم نصحية إن أردت أن أنصح لكم يعني مهما أردت وبالغت في نصيحتكم كما قالوا قد جد جدلتنا فأكثرت جدالنا يقول مهما كان مني من هذا فإن الأمر منوط بالله تبارك وتعالى يهدي من يشاء اللهم اهدنا فيمن هديت وفي الحديث القدسي يقول الرحمن يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت وقال سبحانه وتعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فعلى المؤمن أن يكثر من دعاء ربه تعالى بالهداية فإنه الهادي وحده جل جلاله يهدي من يشاء ويضل من يشاء وعند أسباب الهداية من البيان والإيضاح لأن للهداية معاني فأولها هدايه البيان والتوضيح مع ذوي القدرة وذوي الاختيار الموتى لهم من قبل الله تبارك وتعالى وهذا الذي ارسل الله به الرسل وانزل لاجله الكتب وبعد ذلك هدايه التوفيق للعمل وهذه منه من الله يمن بها على من يشاء اكرمنا الله بها انه اكرم الاكرمين وبعد ذلك هدايات في انجلاء الحقائق وانكشاف الحجب عن قلب المؤمن حتى كانه يرى الاخرة راي عين وينظر اليها كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين ثم تستمر الهدايه وكل يطلب الهدايه انبياء ورسل وملائكه وصديقون ومقربون كل يطلب الهدايه من الله وعلمنا في كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم فنحن محتاجون ان نستهديه ليهدينا جل جلاله وتعالى في علاه ونحمد الله الذي كذب في قلوبنا الايمان ونسأله ان يحفظها ان يحفظه علينا ويزيدنا ايمانا ويقينا ولنغتنم الدعاء في الليالي الفاضلة. آه كليالي رمضان وليالي الذي يقال فيها انه قد تكون احداها ليله القدر كليله التاسع عشر من رمضان وما بعد ذلك من العشر الاواخر وعموم آه عمر الانسان موسم لان يدعو الرحمن الذي قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم فلا يضيع الفرص خاصتها خاصه وعموم العمر عامه بل يلح على الله تعالى فانه يهدي لنوره من يشاء ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم الذي خلقكم من العدم ورباكم وقوم أجسادكم هذه وأعطاكم أسماعكم وأبصاركم وألسنتكم التي تحجوني بها وتكلموني بها قال هو ربكم وإليه ترجعون مرجع الخلق إلى الله الواحد الأحد جل جلاله وتعالى في علاه وهكذا كما قال سبحانه وتعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم وقال للذين غابت عنهم هذه الحقيقه من الاشرار وهم في عذاب النار يقول الله جل جلاله: افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. فالمرجع الكلي الى الله جل جلاله وتعالى في علاه. وبهذا تتم شؤون العبوديه اننا في كل ما شرع لنا وان شرع لنا في نواحي من شؤون الشريعه تاديب لمن يتادب وزجر لمن لما يزجر عنه الانسان ولكن مع ذلك وقبل ذلك وبعد ذلك نفوض الامر الى الحق ولا نستطيع ان نحكم على احد بشيء ونعلم ان المرجع اليه وهو يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون وهو ربكم واليه ترجعون. اللهم ارزقنا حسن الرجعة وارزقنا اللهم أن نحسن المسعى حتى يكون في السعي المشكور لديك والحمد لله رب العالمين we'll help